قصد استغلال الأفكار المطروحة وتعميق النقاش حولها. لم يوصف بها كلها بعد من مرتع أكثر من 17 عام حتى الله. كما تعرفوا اليوم أكثر من 300 مشارك من الجمعيات، يفوق العدد اليوم أكثر من 400 من الحضور من الخبراء الأكاديميين الأساتذة القطاعات الحكومية البرلمان. الهدف الرئيسي من اللقاء اليوم هو أولا تعزيز الحوار، الحوار الذي لديه أجندة واللي اعتمدناها اليوم بصفر ورق زيرو بابي. اليوم سليتيسي كل واحد منكم يأخذ الأجندة تاعه داخل الكمبيوتر تاعه ولا داخل السمارت فون تاعه. دونك هذا العمل على ماشيين به باش نوصلوا الى اولا جعل المجتمع المدني امام الموقع اللي راه يحظى به اليوم في الدستور الجزائري وفي الاراده السياسيه للسيد رئيس الجمهوريه، ان المجتمع المدني يملك هذه المكانه وهذا الموقع وهذا التطلع لجعله الان يبحث على اليات وادوات. تحدثنا اليوم على عمل تقني يتعلق بالتمويل وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون وببناء القدرات وبالعلاقات الدولية، حتى يصبح المجتمع المدني يمتلك القدرة التفاعلية اللي تسمح له باش ينتج مجموعة من الآراء والأفكار يساهم بها في ما هو قادم من قوانين وتشريعات وآليات تعزز أولاً مكانته وقيمته الاجتماعية، لأنه عنده دور اجتماعي كبير جداً، عنده دور أيضاً في المرافعة في المشاركة في التنمية المحلية، وتخليها أيضاً يتأهل من خلال المخرجات اللي تعود جينا من خلال القوانين القادمة أو السياسات القادمة اللي نتعلق بقانون الجمعيات أو نتكلم على قانون البلدية والولاية، موقع المجتمع المدني في التنمية المحلية. لقاء اليوم سيكون فضاء للحوار بين مختلف النخب الأكاديمية الجامعية بمختلف التخصصات تاعها والخبرات وبين قادة المجتمع المدني والمنتسبين. رأي يقينا أنه لقاء اليوم منسجم مع أكثر من 2000 مشارك. انطلقنا في أكثر من 6 أشهر وإحنا عاملين منصة رقمية مفتوحة للحوار حول كل هذه القضايا. القضايا هذه ما راحش تبقى شغلتنا لمدة طويلة جدا، لأنها تعتبر من الأدوات التقنية اللي يحتاجها المجتمع المدني وتكون منسجمة مع البيئة مع الكونتكست اللي راح نمشي فيه في المراحل القادمة. هذا الكونتكست أو هذا السياق واضح جدا من خلال الموقع اللي الدولة الجزائرية عطيته للمجتمع المدني باعتباره يحظى بسبع مواطن وفي الدستور، ناهيك على المرصد والديمقراطية التشاركية وعديد من الإشارات القوية. جاهزية المجتمع المدني من خلال عمل اليوم تتطلب أن المجتمع المدني يسارع في بناء قدراته. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.